النهارده اخر يوم، النهارده يوم تاريخي جدا لسببين. اليوم الاولاني التاريخ الاولاني احنا تاريخ كنيسه، النهارده الامتحان بتاعنا. تاني يوم مصر وروسيا، احنا اخر سنه في سنه رابعه في الكليه الاكليريكيه، هنودعها ونقول لها باي باي. وطبعا كانت دفعه كويسه، كان في سلبيات كان في ايجابيات، بس في معرفه كويسه جدا وشخصيات حلوه جدا، سواء المدرسين او بالنسبه للطلبه. خدنا بركه التعاملات، خدنا بركه كبيره من الناس، اتعاملنا معاهم بطريقه حلوه، خدنا من كل بستان زهره. اكيد اكيد الواحد استفاد، ربنا يكمل ونعرف نبقى سبب بركه فعلا للناس. شو لسانه وانت طيب؟ وانت طيب.